الرحمن الرحيم. الجمع العام مر في أحسن الظروف، في ظروف حسنة، يعني حضر الحضور بكثير، حضر كثير، وتم القراءة التقرير الأدبي وصادقوا عليه الإخوان، وتم التقرير المالي صادقوا عليه الإخوان كذلك، وكانت مناقشة وكان بعض السؤال الأسئلة طرحت وكانت أجوبة، ومهما في الأخير يعني المكتب قدم استقالته وطلبنا عودة الإخوان، لأن كونا ثلاثة ديال الناس في اللجنة اللي غادي يسيروا الجلسة، فعلا اختاروا ثلاثة وسيروا، جينا للرئاسة الترشيح يعني تقدموا، حتى واحد ما بغى يتقدم، فعبد ربي ما بغيتش إخوان كلفوني قال لك أنت اللي غترشح، فالآن كنشكروا الإخوان، كنشكروهم، وبالمناسبة كذلك كنشكروا السلطة. دائما كنشكروا على رأس السيد عام الإقليم مدينة الخميسات، كنشكروه، يعني هادشي كله بالفضل ديال السيد عام. السيد الرئيس، انتوما كمكتب جديد، شنو هي النقاط الأساسية اللي كتهم المهاجرين واللي غادي تناضلوا من أجلها؟ النقطة الأساسية هي سنكون إن شاء الله بجانب المهاجر، عند حسن ظن المهاجر كما قال. فلهذا الإخوان كيجيبوا شهر أو 10 أيام، فلهذا إحنا كمكتب نتعاونوا معهم، وكاين مسائل كنشكروا يعني رؤساء المصالح، راه الأغراض ديالهم كتقضى، وكاين مثلا حد كنتجوا إلا المسائل اللي كتوجه للمحكمة، هذه مسألة كتفوتنا كجمعية. أما المسألة اللي هي نزاعات خفيفة ولا فكنتجوا الإدارات، فكل شيء الحمد لله مسهل علينا. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على العناية التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله للجالية المقيمة.